ونختم بشفافية للكاتب الصحفي والمحلل السياسي حيدر المكاشفي بالصفحة الأخيرة من صحيفة الجريدة والتي جاءت بعنوان الاعتداء على الصحفيين. يبتدر المكاشفي زاويته بالقول: توالت الاعتداءات على الصحفيين خلال اليومين الماضيين، الأمر الذي يبدو وكأن هذا الاعتداء يتم بطريقة ممنهجة لتركيع الصحفيين وكسر أقلامهم. ففي آخر اعتداء وقع على الصحفيين، ولا نظن أنه الأخير، ما حدث للمدير الإداري لصحيفة المواكب الأستاذ سامي الطيب، وفقا للزميل عثمان شبون الذي تناول واقعة الاعتداء على صفحته بفيسبوك، أن مجموعة من المشاركين في موكب أمس السبت 16 من أكتوبر اعتدت على الأستاذ سامي ونهبت هاتفه النقال ومتعلقاته الشخصية على طريقة متفلتي تسعة طويلة. وعلق أحد الضرفاء على عملية نهب الهاتف بأن جماعة موكب الأمس ربما عقدوا حلفا مع مجموعة تسعة طويلة واستقطبوهم للمشاركة في الموكب. ويستمر الكاتب بالقول: وقبل حادثة الاعتداء على سامي، كان الزميل الصحفي محمد أمين ياسين مراسل جريدة الشرق الأوسط اللندنية قد تعرض للاعتداء الجسدي واللفظي والمنع من أداء واجبه الصحفي بواسطة ضابط رفيع يحمل رتبة لواء في الجيش السوداني، وكان قد دون ما وقع عليه من اعتداء على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. كشف خلاله ملابسات التعدي عليه، وأكد ياسين تعرضه للضرب والإهانة من ضابط برتبة لواء في الجيش السوداني بالقرب من القصر الجمهوري. ومضى الكاتب قائلا وأوضح أن الاعتداء تم أثناء تغطيته موكبا نظمه المحامون لتسليم مذكرة للشق العسكري في مجلس السيادة الانتقالي بخصوص نقل رئاسة المجلس للمدنيين. وأضاف قال لي الضابط بالحرف: أمشي بلا صحفي بلا كلام فارغ معاك، نحن ما بنعرف لينا صحفيين ولا صحافة. وتابع: أحفظ وجه هذا الضابط جيدا وعلى استعداد أن أتعرف عليه من بين المئات. أما ثالثة الأثافي فقد وقعت على مراسل قناة الشرق الإماراتية حسام بيرم، وذلك عقب منع جهاز المخابرات بكسلة مراسل القناة من أداء عمله الصحفي ومنعه من إجراء مقابلات صحفية مع بعض الجهات. وختم حيدر المكاشف زاويته: الملاحظ الذي يثير القلق أن هذه الاعتداءات المتوالية وقعت في قضون أيام قليلة، الأمر الذي يشير إلى أن هناك تخطيطا ممنهجا لمحاصرة الصحافة والتضييق على الصحفيين وإرهابهم من أداء عملهم المهني. وهذا التعدي والانتهاك الصارخ لحرية الصحافة يفرض علينا أن نعلن بالصوت العالي رفضنا واستنكارنا لاعتقالي أو حبسي أو الاعتداء على أي صحفي ومنعه من ممارسة عمله.